دشن قداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية كنيسة السيدة العذراء قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة. وخلال القداس قام قداسة البابا بترقية 4 كهنة إلى رتبة القموسية، وهم كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة الأثرية ويسع عبد الحكيم، وكاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة الأثرية سوريال رشدي، وكاهن كنيسة الشهيد مريمين العجائبي فم الخليج رافائيل ثروت، وكاهن كنيسة الشهيد أبي سيفين الأثرية رويس عبد الله.